السلام عليكم طلاب، اليوم راح نبدأ بالمحاضرة للفصل الثاني. المحاضرة الأولى وهي الـ Drilling Hydraulics، وراح نبدأ به هو Rig Hydraulics. هنا في هذا المحاضرة راح نحسب الـ Pressure Gradient عند كل جزء من أجزاء الريج، وهي اللي هي تشمل الـ Delta P Service، الـ Delta P Pipe، الـ Delta P Annulus، والـ Delta P Bit. فبالتالي الهدف من هذه المحاضرة هو حساب فقدان الضغط لكل جزء من أجزاء الريج. نجي الجزء الأول هو الـ Pressure Losses in Service Connection، Delta PS. هذه السيرفيس كونكشن مثل ما نعرف انه تشمل عدة اجزاء، منها الستاند بايب، الروتري هاوس، السويفل، والكيلي. المعادلة للبرشر جراديانت للسيرفيس كونكشن هي راح تكون دلتا بي اس تساوي اي رو 0.8 كيو 1.8 بي في 0.2، طبعا اس 0.2، وير الدلتا بي اس هي نقصد بي بريشر جراديانت سيرفيس ايكويشنز، راح يكون بالبي اس اي. الاي هو كونستانت، يعتمد ديبند اون ذا تايب اوف سيرفيس اكويبمنت. هسه راح نجي نشوف انه هذا ثابت، يعتمد على نوع المعده اللي احنا مختاريها، وبها اربع انواع. الرو راح يكون الدنسيتي اوف مات بالباوند بير جالون، والكيو هي الفلوريت، معدل الجريان بالجالون بير مينيت، والبي في هي البلاستيك فيسكوزيتي بالسي بي. هنا نوت يقول الـ A depends on type of service equipment and found for type of this service equipment. الـ A يعتمد على نوع المعدة، وجد ان هناك اربع معدات. هذا الجدول مثلا عندي التايب الاول، شوفوا مواصفات الستاند بايب إلى لينث معين وقطر معين، الروتري هاوس إلى طول معين وقطر، وهكذا. بالتالي راح تكون الـ E قيمتها 2.5 في 10^-4. لو نجي التايب الثاني، أيضا لكل معدة من هذه المعدات لها مواصفة، وراح يكون قيمة الـ E هي 9.6 في 10^-5. بالتالي إذا عندي أربع أنواع وعندي أربع قيم من الـ E، وهذه القيم لازم تكون حفظ، مطلوبة منها الحفظ. هذه الـ Pressure Losses in Service or service equipment. نجي الى الـ pressure losses in pipe and annulus. هنا الـ pressure loss راح يعتمد على الـ pipe dimension، الـ fluid properties، و type of flow. يعني اني نوع الـ pipe الـ dimension الى اللي هي طوله واقطاره، الـ fluid properties طين الحفر اللي اني مستخدمته راح يأثر، والتايب اوف فلو نعرف انه الفلو يا اما يكون لامينار او تيربولنت فلو، هذا ايضا راح ياثر لي على المعادله اللي راح استخدمها، مثل راح نشوف لاحقا انه اذا كان لامينار اكو الى معادله، واذا كان تيربولنت الى معادله خاصه. جنرالي احنا بصوره عامه راح نتعامل بموديلين، هي البينغهام موديل والباور لو موديل. البينغهام موديل لو نجي عليه، انه معادلته العامة هي راح تكون تاو يساوي واي بي زائد بي في في الجاما، وير هذه التاو هي راح تكون الشير ستريس، الواي بي هي يلد بوينت، البي في هي بلاستيك فيسكوزيتي، والجاما هي راح تكون الشير ريت. هذه المعادلة العامة للبينغهام موديل، حيث راح تربط لنا العلاقة ما بين الشير ستريس والشير ريت اللي هو بين التاو وبين الجاما. هذه المعادلة العامة لهذا الموديل. لو نجي على الباور لو موديل، معادلته العامة راح تكون تاو يساوي كي في الجاما اس ان. هنا ظهر لي مصطلحين جديدات اللي هم الكي واللي الاخر اللي هو الان. هنا مثل ما نعرف التاو هو الشير ستريس، الكي هو الكونسستنسي اندكس او نسميه دليل التماسكية، والان هو الفلو بيهافير او هو دليل الجريان. طبعا هنا الان راح يكون يساوي واحد اذا كان نيوتنيان فلويد، والان لا يساوي واحد اذا كان نيوتنيان فلويد. واذا تذكرون بالمحاضرات السابقة قلنا نيوتنيان فلويد مثل هو الووتر او السي ووتر وغيرها، النون نيوتنيان فلويد اللي هو راح يدخل ضمن اطيان الحفر اللي هي اطيان الحفر والديزل وغيرها. هذه ما يخص اذا الباور لو موديل، هاي معادلته. جنرالي ايضا انه اني الفلو تايب ميبي لامينار يكون وميبي تيربولنت فلو.
إذا أنواع الجريان راح يكون عندي laminar flow or turbulent flow. So هسا calculation of pressure losses using Bingham model. راح نستخدم Bingham model لإيجاد ال pressure loss أولا بالبايب وبعدين بالأنيولوس. خلنا نجي لستيب إذا نريد نحسب الفلو بيهافير إن عفوا الدلتا بي إن بايب. إذا نرجع نكمل البايب فلو الخطوات اللي لازم نتبعها حتى نجد الدلتا بي. أول شيء لازم نجد الأفرج فيلوسيتي في داش أو الفي بار، هو راح يكون قانونه 24.5 في الكيو على دي، حيث الكيو هي طبعا راح يكون وحدات الفي بار بالفوت بير مينت، والكيو هي الفلو ريت بالجالون بير مينت، والدي هو الانسايد دايمتر اوف بايب. الانسايد دايمتر اوف بايب انا اذا اتعامل ويا الدرول بايب، اذا الانسايد دايمتر المن للدرول بايب. اتعامل ويا الدرول كلرز راح يكون هنا الانسايد دايمتر اوف الدرول كلرز طبعا بوحدات الانج. هذه الفي داش او الفي بار. الخطوة الثانية احسب الكريتيكال فيلوسيتي اللي هي في سي، هذا قانونها راح يكون 97 في الفي بي بلس 97 تحت الجذر بي في تربيع زائد 8.8 رو دي تربيع في الواي بي على الرو دي، واحنا نعرف انه الفي سي هي الكريتيكال فيلوسيتي. وطبعا بالفوت بير مينت، والدنسيتي هي الرو هي الدنسيتي بالباوند بير جالون، وهكذا بقيه المصطلحات. الواي بي هي يلد بوينت، البي في هي البلاستيك فيسكوسيتي. هنا نجي نشوف صار عندي قيمتين في داش وفي سي. لو كانت الفي داش اكبر من الفي سي راح نعتبره هو التيربولنت فلو. الى قانون، هذا قانونه انه البي The pressure gradient in a drill pipe راح يكون هو 8.91 في 10^-5 رو كيو بي في في ال L على D، وال L هو راح يكون ال length of a drill pipe. لكن هذه في حالة ال V داش أكبر من ال V C. لكن لو كانت ال V داش أصغر من ال V C راح نعتبره laminar flow ونطبق عليه هذا القانون. احنا بصورة عامة هو جريان داخل الانبوب هو راح يكون turbulent flow، لكن هناك حالات ممكن يكون بها laminar flow، فنتبع هذا القانون لإيجاد ال pressure gradient بالدرول بايب. هذه ما يخص البايب، وقلنا انه لو انا دا اشتغل مع الدرول بايب راح يكون الدي للدرول بايب، لو اشتغل مع الدرول كلرز راح يكون الدي المن للدرول كلرز. في حالة الانولار فلو يعني انا حسبت البريشر جريدينت بالانابيب سواء الدرول بايب او الدرول كلرز، اجي احسب الانولار فلو ايضا راح احسب الفي داش باعتبار هي هنا الدي راح تتغير اللي هي راح تكون دي اتش ماينس دي بي. الدي اتش منه هول دايمتر، والدي بي راح يكون اوتر دايمتر اوف بايب، يعني هنا راح نتعامل مع الاقطار الخارجيه للانابيب، وهذا الاتش هو راح يكون الهول دايمتر. هذه ما يخص الفي بار. الفي سي ايش راح تكون؟ طبعا ايضا بالانولر انا راح يكون عندي احسب الفي بار في الجزء المقابل المن للدرول بايب، فهنا راح يكون شنو القطر الخارجي للدرول بايب. ولو احسب فرق الضغط بالجزء المقابل بالانولر لكن المقابل المن للدرول كلرز، فهنا الدي راح تكون الاوتر دايمتر المن للدرول كلرز. ارجو الانتباه على هذا الشيء. ايضا احسب الفي سي، هنا راح حسبتها بتطبيق دي هي يعني المحصله الايكويفالنت اللي هي نفس الشيء هي دي اتش ماينس دي بي، يعني الدي اي هنا اختصارا حتى ما اكتبهم هيجي، فهي عباره عن الدي اتش ماينس الدي بي. الدي اتش هي هول دايمتر، والدي بي هو ايضا الاوتر دايمتر للبايب سواء كان درول بايب او درول كلرز. فلو كان في بار اكبر من في سي راح نعتبره تيربلنت فلو، لو كان في بار اصغر من في سي راح نعتبره لامينار فلو، ونحسب نطبق هذه القوانين.
طبعا ملاحظة انه البي في قانونها ان هي فاي 600 ماينس فاي 300، والواي بي هي 2 فاي 300 ماينس فاي 600، باعتبار انه هذه الريدنج او القراءات راح تكون معطى، انت مجرد تحفظون هذه القوانين للبي في والواي بي حتى تطبقها وتجد قيمهم. مثل ما قلنا انه احنا الفلو ان بايب راح يكون تربلنت فلو جنرالي هو، لكن ممكن في حالات يكون لامينار فلو، لكن فلو ان انيولار راح يكون هو لامينار فلو. هذه في حالة البينغهام موديل. نجي لو أخذنا الباور لو موديل، الباور لو موديل قلنا يظهروا لي مصطلحين جديدات هما دليل الجريان ودليل التماسكية. دليل الجريان هذا قانونه 3.32 لوج فاي 600 على فاي 300، والكي هذا قانونه هو فاي 300 على 511 أس إن، فنطلع هذه القيم. نحسب الفي داش اللي هي 24 في الكيو على الدي تربيع. الفي سي اللي هي كريتيكال هنا راح تدخل عندنا الكي والان، اجد قيمهم. ايضا لو كانت الفي بار اكبر من الفي سي راح نعتبره تيربلنت فلو، ونطبق هذا قانون البريشر جراديانت بالانبوب. وايضا لو كان الدريل بايب راح نستخدم الدي الانتر دايمتر للدريل بايب، لو كان دريل كلرز هذه الدي راح تكون انتر دايمتر للدريل كلرز. او عندنا في داش اقل من في سي راح يكون لامينار فلو، ونطبق هذا القانون. في حالة الانيولار، الانيولار اختصرناها انه احنا الانيولار فلو هو راح يكون لامينار فلو بكل احواله، فنطلع الفي داش ونطلع الفي سي ونطبق هذا القانون عليها. واهم خطوة او ملاحظة بالانيولار انه القطر راح يكون عبارة عن قطر الهول ماينس القطر الخارجي للانبوب، سواء الدرول بايب او الدرول كلرز. طبعا هذا ما ورد اعلاه هو حساب الضغط في الانابيب والفراغ الحلقي في حالة الموديلين البينغهام والباور لو. هذه حسبنا الدلتا بي اس بالسيرفيس سيرفيس اكويبمنت، بعدين نحسب الدلتا بي اس بالانابيب اللي هي سواء درول بايب درول كلاز والانيولر. ايضا راح نجد الدرول بايب بالبيت. الدرول بايب بالبيت هي عباره عن، اذا بي بيت هو عباره عن بي ستاند باي. بي ستاند باي هو راح يكون معطى وموجود بالسؤال اللي هو راح يمثل ضغط المضخه ماينس بي درول بايب زائد بي درول كلرز زائد بي انيولس درول بايب زائد بي انيولس درول كلرز زائد بي دلتا اس اللي هو هاي يشمل سيرفيس اكويبمنت. بالتالي هاي راح يكون تعريفات وكل واحد وهي اعاده، حيث البي بي هو البريشر اوف دروب اكروس ذا بيت، البي دي بي بريشر دروب اكروس بايب، البي دي سي هو بريشر دروب اكروس درول كلرز، اي دي بي هو بريشر دروب ان انيولس، لكن شنو الاوبسايد درول بايب يعني هو اللي يكون بالانيولس المقابل المن للدرول بايب، و بي اي دي سي هو بريشر دروب ان انيولس اوبسايد درول كلرز، وهذه الاخير هو بريشر دروب ان سيرفيس كونكشنز. هذه لحساب البي بيتس. عندنا ايضا مطلوب حساب الفي ان اللي هي الفيلوسيتي ان نوزلز بالنوزل الموجودة بالبيت، فتحات النوزل الفيلوسيتي راح نحسبها، هي عبارة عن 33.36 تحت الجذر بي بيت اللي احنا طلعناه منه على الرو. ايضا الاريا اللي هي توتال اريا 0.32 كيو على الفي ان، والها قانون اخر راح تشوفوا راح نستخدمه ب يعني المثال القادم. الدي ان هو احجام اقطار النوزل، يعني انا مثل ما تعرفون البيت عندي فيها ثلاث نوزلات، فاريد اطلع حجم قطر النوزلات او الفتحات الموجوده بالبيت، راح يكون قانونها 32 تحت الجذر 4 اي على 3 فاي. فقلنا في ان هي النوزل فيلوسيتي يعني السرعه اللي يطلع من عندها سائل الحفر من هذه الفتحات، الاي هو توتال اريا اوف نوزل راح تكون بالانش تربيع، والدي ان نوزل سايز اللي هو انش على 32. ملاحظة على الدي ان، الدي ان يكتب كصيغة، يكتب يعني وحداته انش على 32، هذه صيغة لكتابة وحدات اقطار المنفذ وهي صيغة كتابة فقط.
وأيضا أنه بدي أن يجب أن ننتبه أنه لكل بت يوجد 3 أقطار، طبعا إذا كانت من نوع الجت. فإذا كان الناتج أي قيمة الدي إن تساوي مثلا 10.6، هذا يعني أنه يوجد قطرين قيمتهم 11 وقطر واحد قيمته 10، باعتبار أنه 10.6 هي أقرب للدعش مما للعشرة. فش يعني هذا؟ لأنني أعرف أنه هي الدي إن مال 3 أقطار، فش تعني؟ تعني أنه 2 قطر فتحتهم أو قيمة القطر مالتهم 11 وواحد قيمته 10. لكن لو تتراوح أو قيمة الـ دي إن راح تكون 10.4، هذا يعني أن قطرين عندي من النوزل هي قيمتها 10 والقطر الآخر يكون 11، لأنني 10.4 هي أقرب للعشرة منها إلى 11. صيغة الكتابة للدي إن راح تكون عبارة عن 2 × 11^32 زائد 1 × 10^32، يعني لو هذه 10.6 طلعت لي قيمة الدي إن 10.6، اكتب جواها 10.6 ايش تعني؟ تعني 2 انه انا عندي فتحتين جدد قطرهم، قطرهم 11 × 32، قلنا لان احنا نكتبه بهذه الصيغة، زائد 1 × 10^32. فهذه ملاحظة مهمة لكتابة ال دي ان، ووحداتها راح تكون بالانج على 32، يعني الرقم اللي يطلع لي على 32 هذه كصيغة كتابة، بس هو كقطر قيمته 11.